تبعد عنك تبحث من جديد، بتحلم بمنصب أو تحلم بمال، أتذكر مقادر يغير الأحوال. بس انت عنه بعيد، ليش تبعد عنك تبحث من جديد، أو تحلم بمال، أتذكر مقادر يغير الأحوال. الدنيا فيها سرور فيها حزن الحال، فيها الجود بذات تقرب الأمال، بس لا يكون ملاك حلم وخيال سرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. فيها حزن الحال فيها الجود بذات تقرب الأمال، حلم وخيال سرار، ترى كثرة الأحلام تخادع الكذاب. ما قالوها كثير الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرات تكون رفيق مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا دوارة، نحلم بأحلام تكون خداعة، مرات تكون أنيس، مرات تلف وتدور وتلاعبك حوانيس. الدنيا حواليس. مرة 200 200 200 200 عيبني انت. شوف يا يوسف، نحن باغين شلل الاغراض هذه حق المعرض، كم باغي لهم؟ والله ما اعرفكم كم الدفعه. 30 ريال. ايش قلت؟ مو ذا الكلام، 30 ريال. كان مندوس يجيب اكثر عنك ذاك. الزين لا تحاتي، بنعطيه 50 ريال. قول تم. 50؟ خلاص تم، جيب الـ50. جيب هين 50. بعطيك لحظات. أوريكم أنا زكريا كيف يبيع ويشتري. عايبني. نعم. خلاص سويت اللي باغنه؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا ما. تودي ما إيش دخل؟ خلينا نطلع بيستير، وبعدين إذا ما منهم فايدة، بدل ما جالسين ذاك. سكت أنت ولا كلمة. تعرف انك يوم تبيعهم كأنك بايعني معهم؟ هذا الخنقر اللي ورثناه من زمن قد جدك، وهذا المندوس اللي جبت فيه المشترى يوم تزوجت ابوك من 20 سنة، ويوم تبيعهم تراني رايحة من البيت. يا ما سمعيني. ما عندي كلام حالك وحالهم غير اللي سمعته. يوسف ها تعال. مو انك ما فيك خير عم. الخنقر مال زمان قد جدك والمندوس مال المشترى مال امك وقاعد تبيعه، والله العظيم انك ما فيك خير. جيب. الوالده، هذا المندوس مال المشترى مالك رجع لش، وحتى الخنقر مال قدنا رحمه الله عليهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. صالح، أول مرة تتأخر كل هذا الوقت. إيش أسوي يا فاطمة؟ مشاغل الدنيا. هي النادية؟ نايمة من وقت. أنا بعد بسير أنام، أنا باكر من الصباح بروح الشغل. لا، السالفة كذاك فيها شيء. Thank you.
حسب كلام الرجال هذا هو البيت. ترى إذا تم هذا الموضوع بنحصل على مكافأة طول عمرنا ما حلمنا بيها. خلاص ما دام السالفة كذاك أنا بعد طول عمري ما بقدر هذه الشغلة. ترى بس المسؤول مالنا ينتظر الأخبار الجيدة والزينة منك عاد يا صالح. ما يهمك أنت ما دام فيها المسألة مكافأة دسمة خلي كل شيء علينا. يا باك تمام. يلا انتظرني لحظة شوية. تفضل أتأخر. نعم. السلام عليكم، أنا الأستاذ عادل من المكتب العقاري. الأخ صالح موجود؟ لا والله صالح في الشغل، ممكن تتكلم معه على جهازه؟ أتصل به من ساعة بس ما رد علي، لو سمحت تبلغيه إنه اتصل فيني في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله بخبره. يلا مع السلامة. خير؟ إيش اللي صاير؟ يا ربي إيش الحالة هذه؟ ساعتين وأنا أنتظر هذا اللي اسمه سعيد وما معبرني. عمي صالح من الصباح طالع ما أعرف وين رايح بعد. أنت عمي نادية تتصل فيني وأسعدي. مرحبا بنت عمي. إيش تقولي؟ عمي في الشرطة. إيش مسوي؟ من؟ لا لا أنا بعدني قدام البيت. زين زين مع السلامة. إيش أسوي؟ وين أروح؟ أحسن لي أروح أجهز الشنطة عشان إذا استوى شيء أشرد البلد. إن شاء الله نومة ما بعدها قومة. بسم الله الرحمن الرحيم. كان نصبت عمتي. ناديتني عمتي؟ الشرحة ما عليك، الشرحة علي أنا اللي ما قدرت أرابيك الويل. الحي مو أسوي في الحي. سكت. كفاية يا جماعة كفاية، خلونا نفكر إيش نقدر نسوي بهذه المصيبة. أبوي جا. هام بابشر إيش اللي صار؟ عمي صالح وصل؟ خلوني شوي ارتاح، خلوني ارتاح وبعدين بخبركم من اللي صاير. يلا عمي صالح انا قلت لك من الاول انه هذيل الناس ما زينين. سكت انت، كل المصايب جاك من تحت راسك. ها صالح خبرنا، ترن على عصابنا. طلعوا عصابه وحراميه. ابو خنجر طلع حرامي مثل ما توقعت. وهذا ابو خنجر طلع اسمه ابو جون. جون؟ بس ايش يعني جون عمي؟ ايش صار وايش قالوا لك في الشرطه؟ واصلا كيف عرفت الشرطه؟ انا خبرتهم بعد سالفه الكنز. حسيت في شيء تغير وشكيت فيه، لكن بعد ما جاني اتصال من ناديه. هلا بقى اقول لك، انا الحين وانا جالسه اقرا جريده قرأت فيها تحذير يقول إنه في عصابات تقوم بشراء الأشياء التراثية القديمة وطالبين من المواطنين أخذ الحيطة والحذر. تأكدت من كلام نادية لما رجعت لهم وسمعتهم يتكلمون. اسمعني، هذه فرصتنا وهذا الكنز بيغنيني عن أشياء كثيرة. وريد صالح وهذا اللي اسمه زكريا هم يكونوا في الواجهة، وإذا حصل أي شيء يكون صالح وزكريا مثل ما قلت هم في الواجهة، ومثل ما قال أبو خنجر بعد. زي وين هذا أبو خنجر؟ وين صار يرتب أمور هربنا بعد ما ناخذ الكنز؟ يا سلام عليه. مع نفسي لا 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 لا، هاي المسألة ما ينسكت عليها كله ولا هذه الشغلة. أقدها بعدين إيش الحل يا أبو صلوح؟ فكر ماشي اللي أسير أبلغ السلطة، عشان كذا أنا جيت بارحة متأخر إلى ست الشرطة أول شيء. وبعدين كمل بقى إيش اللي صار؟ والله هذا فيلم هندي. وقالوا للشرطة ما دام إنك جيت وبلغتنا أنا أعتبرك شاهد. إن شاء الله. عاد هم الشرطة بعدين ساروا عند صاحب العصابة
وخبروه قالوا له إذا جاك صالح ومعه شخص بايعهم الأغراض. أحد نحن مجرد ما دخلنا عند صاحب الأغراض طبوا علينا الشرطة ومسكوه أبو خجار حنكة يستاهل كذاك. أبغاك عمي اللي سمعك تقول هذا الكلام يقول رجال والنعم فيه، لكن اللي يشوفك شال شنطتك وراجع البلد يقول كلام غير هذا. صحيح هالكلام زكريا؟ ابدا عمي ابدا ابدا ما صح الكلام. نسيت اخبرك صح، باكر باغينك لك في التحقيق عشان تدلي باقوالك. عمي باغيني انا في الشرطة عشان ياخذوا اقوالك؟ انا ما فهمت يا عمي. عمي انا رايح البلاد. ناديتني كان ما حد ناداني، سمعت حالي ناديني. لا بس لا تحلف ولا تحلفوا، خلاص اقسم بالله ما يستوي. انا اروح واخليك عندي تفضلوا. انا في الغرفه اذا بغيتني ناديني. من يومين أكيد عرف بالموضوع وباغي يلعب علي. بس على مين؟ ما علينا يا أخ صالح. أهلا أستاذ عادل. صالح وينك يا أخوي؟ صار لي يومين وأنا أتصل فيك. والله يا أخوي سامحني شوية، تراني مشغول شوية مزدحم. إنزين إيش صار في مشكلة الأرض مع البنك؟ مشكلة الأرض بعد الحين ما جاء وقت الدفعة الأولى ترى. إنزين عقب اسمعني. خير خير إيش فيك؟ وش السالفة؟ ليش مستعجل كذي؟ لا 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 ما أخبر أحد بشيء الحين إلين ما يتم الموضوع. عن الحسد أبوي عن الحسد، وبعدين لا تعلي صوتك كذا خلا يسمعنا ذاك الخبلة. عن الحسد؟ قل هذا الكلام حولد أخوك ما حالي أنا. قصر حسيت شوية على سمعك وصحى. وأنا جاهز يا عمي من أول الصباح وحرصك. جاهز جاهز حالي. سير شبك سير سير سير. أقول صالح أحسن لك تأجر لوحدك لأنها تراها بتفشل مدام إنه ولد أخوك بيروح معاك. أنا بروح وحدي، يعني بروح وحدي ما بقى حد معي. معني لا تنسى تروح مركز الشرطة عشان يأخذون أقوالك في موضوع أبو خنجر هذا. نسيت عمي نسيت. يا ربي ليش سويت في حياتي عشان تعاقبني بهذا الخبلة؟ مرة واقف عيب العوم. الحمد لله إنها جات الفرصة مرة ثانية. أنت تعرف إن المشروع الكبير اللي راح يقام بجانب الأرض المالك رفع سعر الأرض المالك أضعاف مضاعفة. زين إيش نسوي مع البنك؟ كيف نسوي؟ أنت لا تفكر في هذه الأمور، أنا بخلص لك الأمور هذه كلها وبنفكر رهن وتأخذ فرق الفلوس. طيب يعني ما قلت لي كم تقريبا السعر؟ كم؟ 50,000 ريال. 50,000 ريال؟ اسمع انت تعال لي بكرة من وقت عشان نبدأ بالإجراءات. 50,000 ريال؟ ايه ايه بكرة هجيك من وقت؟ انا جاهز من تو. وبختك يا زكريا لو تكون نادية بنت عمك من نصيبك. بس معقول نادية توافق علي؟ وليش ما توافق؟ تراني عندي ثانوي عام وشخصيتي واجد حلوة، بس المشكلة بعمت النعيسة هذه ملعوزة علي عيشتي. ما قلت لك ردي الدنيا يوم لك يوم عليك. ترى اليوم ما جاي معي. جالسين تلعبوا حواليس؟ ما كذك هذه الثلاثة شلين جيبين هنا عقل أربع عقل برا هذه خلاص طاح. سمعت حمود؟ أريد شقتي في الطابق الأول. إيه
إذا ما في الطابق الأول هذا المشروع ما أريده. أسمعتني؟ إن شاء الله. خلاص أنا موافقة. مع السلامة. تعال يا الطيب. كم كيلو البطاطس؟ 400 بيسة. ليش؟ أنا شارية ذهب إلا بطاطس بس. إنزين إذا أنا اشتريت هذا كله بكم تحاسبني؟ أنت بالذات هاي ثاني مرة أغلبك فيها. خلاص أنت آخر واحد. بعد أنا أغلبك. أنا طلعت من بيت عمي كنت باغي أسير مكان وين وين وين. مركز الشرطة. إيش اللي صار؟ وين مدين يركضوا؟ أنا بشوف. زكريا. تعال هلا بولد العم. يا الله ما احلاها كلمة ولد العم من بنت عمي. شوف انت تعال خبرني ايش سويت مركز الشرطة. ابدا عمي، يعني كل اللي صار اني رحت وجلست وسألوني وجاوبت عليهم. زين طمنا، وش سألوك؟ اول سؤال سألوني اياه قالوا لي انت من وين عرفتهم هذه اللي اشتغلت معهم؟ قلت لهم انا ما اعرفهم اصلا، عمي صالح هو اللي عرفني عليهم. ايش عمي صالح؟ لا تغير اقوالك لو سمحت، ما صح انت وعدك معرفني عليهم. زين كمل كمل. وبعدين يا عين زولي العين من الراس للرجلين، يا عين زولي العين من الراس للرجلين. ها هذه هديه حال اهل البيت، اذا حالكم شلوها ولا إذا غيركم وصلوها. يا عين زولي العين، يا عين زولي العين. عمتي تعالي بخريني شوية، أنا حاس إنه في حد حاسدني. مبروك عم طلعنا. الله يبارك في حياتك. مبروك صالح، مبروك أحسن. مبروكين يا جماعة. عليكم إن شاء الله. مبروكين. مبروك مبروك. مبروك يا صالح مبروك. الله يبارك في حياتك. مبروك عمي مبروك. مبروكين مبروكين. أحسنتم. جزاكم الله خير، أحسنتم. حياكم الله. على السلامة، حياكم الله. بالبركة يا صالح بالبركة. بس أقولك من الحين انسى موضوع البورصة، الحين عندك 25,000 ريال. نحن الحين اخذنا درس، خلاص استفدنا من المرة الأولى، تعلمنا. عمي إذا دخل البورصة بيخسر 25,000 ليلة واحدة. طيب أستاذ عاصم، ما بالك مشروع كي مشروع زي دي ربحنا يعني؟ والله يا صالح أنا أنصحك من قولاتي بناء، شوف لك حد وتشارك معه، لأن البلد متفتح على هذا الموضوع بشكل كبير. والله فكرة زينة. والله ما فهمت شيء. هذيلا 25,000 ريال ما راح يضيعهم كذاك، لازم أدور لي واحد يكون موثوق فيه. عمي صالح حيوان من 3 أحرف، معكوسة. إيش يعني معكوسة؟ يعني مقلوبة. شوف هذا عمري وانت قاعد معكوسة ومعكوسة. عمي لحظة لحظة لحظة، تعال شداك بس ولا هم منك شيء انت. عمي عمي عمي، مؤسسة عقارية كبرى تطلب شركاء بنظام الأسهم. أشوف هذي اللي أنا أدور عليها. ليه؟ يلا ما حد يشله، ما يشلوه، ما حد يرد. عمي بمعنى صالح من 3 أحرف بس ما مقلوبة. اظن علي انا عاد.
صالح ايش فزعتيني مو مستني 25,000 والضم علي انا يا صالح والحين عرفتي بس زين خير ايش تريدين هريد خدامه رجعنا على السالفه الاوليه تيتي تيتي مثل ما رحت جيتي عقارات انا مستعد من عيوني اساعدكم وحمود هو اللي يشتغل بهالسوالف هذا اللي اسمه حمود اللي كان باغي بنتي ناديه هو بعينه ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه طلع طلعه كله من العقارات والابنيه والمتاجره فيها خلاص انا بخبره وبشوف ايش بيكون واذا تريدوا مكتب حمود هو ورا بيتنا في الشارع الثاني تمام خلاص بخبره وبشوف ايش اللي يصير يلا مع السلامه وانا ارجع لحساباتي 5 و300 و200 فاقل لي 150 بيسة عن صاحب الدكان بروح اجيبهم صالح اريدك شوية بس من غير ما حد يكون معانا عادي عم تتكلمي مع حد غريب ما حد معانا قولي خير ان شاء الله ليش هناك مو تبغي تعالي مش وين سليم سليم وين هو تبغي بيت كان سليم انا روحي ما صدقها كل كلامها ما صدقها لكن انا بعد شويه بروح روحي احد اقربائك من 4 أحرف اكيد عمتي فاطمه صح عاد ما سيارة عاد ها؟ حمود ولد كامل هذا عمي مو يعني حمود ولد كامل من هذا؟ هذا كان ساكن حلتنا واحد فقير مسكين ما عنده شيء تو صار غني وكان يريد يتزوج نادية بنتي بس أنا وهي رفضنا عمي مدخل؟ ما لك انت زقت كذاك مو استوى فيك أخاف تقدم لها مرة ثانية؟ أتمنى الأقل عنده فلوس بيريحنا ويريحها خلا ابوي يروح خلا نروح تو هو ما فاضلنا يلا حمود لا 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 ما باغينه هالرجال ما باغينه وانت مالك وبعدين ايش اللي دخلك في الموضوع عمتي انا اقول انا اللي اقوله بس خلاص انا مباشر بسيب للمكتب انت من انت عشان تعتبر انت من ها تبعد عنك تبحث من جديد تحلم بمنصب أو تحلم بمال أتذكر مقادر يغير الأحوال بس انت عنه بعيد ليش تبعد عنك تبحث من جديد تحلم بمنصب أو تحلم بمال أتذكر مقادر يغير الأحوال الدنيا حوالي سيد الدنيا حوالي Yeah, how are you?